في سياق حملة تأهيل وتدريب مليون سوري مجانا، أطلقت جامعة دمشق بالتعاون مع مجلة أوروبا والعالم حملة تأهيل وتدريب لإكساب الشباب المهارات الضرورية للعمل الإعلاني والإعلامي، لا سيما من أبناء وذوي الشهداء، وتزويدهم بالخبرات والمعارف التي تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل. لمعلومات أوفى عن هالموضوع بصرنا نرحب بالاستوديو بالدكتور عزام قاسم من مؤسسي الحملة التدريبية في مجال الإعلام. يسعد صباحك أهلا دكتور. وسهلا، صباح النور. وأيضا الأنسة علا قدماني، عضو قيادة الشعبة الرابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي. صباح الخير علا، صباح أهلا النور، أهلا وسهلا وسهلا أهلا فيكي. فيكي أهلا. يسعد صباحكم عن جديد، وأهلا وسهلا فيكم دكتور. خلينا نحكي أكثر عن الحملة وتدريب الإعلاميين وفكرتها وانطلاقها. أولا صباح الخير. أهلا وسهلا. لأن إحنا الحملة مو هي موجهة فقط للإعلاميين، يعني إحنا الحملة صار لها 7 سنين. خلال هاي ال7 سنين يعني انطلقنا وقدرنا الحمد لله انه نحن ندرب ما يزيد عن 200 الف شاب وصبيه بمختلف الاختصاصات اللي هي بتهم سوق العمل. وفي تعاون اكثر من مره بيننا وبين جامعه دمشق، صار في اكثر من تعاون، وكان اخرها هي الفكره انه يكون في تدريب وتاهيل لذوي الشهداء. والفكره كانت انه طالما في هي خاصة فكرة، لذوي الشهداء ولا بالإضافة هلا لذوي الشهداء؟ بالإضافة لذوي الشهداء، فكان نحن الفكرة إنه في فرص عمل، يعني طالما في فرص عمل تم توفيرها لعشرين شاب وصبية من خلال مجلة أوروبا والعرب، نحن كنا أخذين فقط الشق التدريبي. يعني نحن صممنا الدورة بالتعاون مع المتطلبات الموجودة. طبعا هذا النوع من التدريب يعني نوعا ما هو ما انه متوفر بشكل او متاح للجميع، انه انت تدرب على تسويق اعلاني. يعني نحن بنعرف في دورات بالتسويق، دورات بالمبيعات، اما التسويق الاعلاني فبيضل في له خصوصيه معينه، خصوصا انه في عندنا كثير اشخاص بلشوا يبتعدوا عن الاعلان الورقي نوعا ما، وصار في الكتروني. فأنا بقول كان الفضل لرفيقتنا علا والمكتب عندهم والشعب إنه هن نظموا هيك الدورة، والحمد لله كانت نتائجها كثير مثمرة. نعم، لكن رح نحكي مع علا أكثر عن تنظيم الدورة وعن استقطاب، يعني قديش عدد من الطلاب المشاركين، وخلينا نحكي يمكن على أي أساس تم اختيارهم للطلاب، هل خضعوا للجنة أو لفحص لحتى يشاركوا بهي الدورة؟ هلا كمان بداية صباح الخير لكم، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. هلا الدورة هي ورشة العمل مهارات التسويق الإعلاني والإعلامي، هي جزء من خطة مكتب قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، لجنة متابعة شؤون أسر الشهداء. هلا هن في عندهم خطة، يعني خطة بيطبقوها ضمن المكتب الموجه من القيادة القطرية. هلا هي أول، يعني أول تعاون بيتم فيما يخص تقديم فرص عمل لذوي الشهداء. يعني الفكرة الأساسية انطرحت من هون إنه في فرص عمل مقدمه لذوي الشهداء، شو الاليه لتفعيلها على ارض الواقع؟ قلنا من خلال تكون ورشه عمل بتهم هدول ذوي الشهداء الموجودين، وكانت الفرصه مقدمه من مجله اوروبا والعرب اللي هي انه 20 فرصه عمل للاشخاص اللي حيكونوا متميزين ضمن الدوره. طبعا نحن مثل ما بنعرف يعني حمله تدريب وتاهيل مليون شاب سوري مجانا نتائجها على ارض الواقع هي اللي بتميزها، فتم اختيار الحمله عن طريق الدكتور عزام القاسم، وتم تدريب بما يقارب ال 40 شاب وصبيه. هلا بداية تم يعني التقدم للورشة بما يقارب 130 شاب وصبية، تم اختبارهم عن طريق لجنة مؤلفة كانت من ممثل من فرع جامعة دمشق، ممثل من الحملة الدكتور عزام، وممثل من مجلة أوروبا والعرب. يعني فحصوا الطلاب بما شو القدرات المهارات اللي هن بيمتلكوها، وتم مراعاة التخصص. يعني احنا كان بالورشة في عنا من جميع طلبة جامعة دمشق بكافة اختصاصاتها، إعلام، فنون، هندسات، طبيات، علوم سياسية، حقوق. تم اختيار بما يقارب 4 من كل كلية. كانت الورشة بتعتمد على 40 شاب وصبية، تم التدريب بقاعة المتحف برئاسة جامعة دمشق، مبنى جامعة دمشق للمؤتمرات. يعني الدكتور عزام ما قصر معه النهائي، هن وكل مدربي الحملة تلقوا خبرات مهارات كبيرة، خضعوا لورشات يعني
قسمهم ورشات عمل صغيره، تيستات، اختبارات، تطبيقات عمليه. فهذا الشيء اللي خلاهم يتميزوا. وتم بعدين عن طريق تجربه صغيره قام فيها الدكتور والمدربين ليقدروا يختاروا العشرين المتميزين اللي هن ان شاء الله يعني تقريبا بواحد واحد عندهم توقيع عقود عمل مع مجله اوروبا والعرب. حلو. هذا حلو كثير، يمكن صار حلم على ارض الواقع للمتميزين. دكتور خلينا نحكي عن كيفيه اختيار الطلاب وكيف ممكن يتقدموا الطلاب لهي المسابقه التسويق الاعلامي. هلا نحن مثل ما تفضلت علا، يعني نحن بدايه في مقومات خلينا نقول نوعا ما، يعني نحن اخترنا شريحة يكون في عندها الحد الأدنى. طالما هذا الحد الأدنى موجود من لغة الجسد، من طريقة الدخول، في طريقة أداء الأداء نوعا ما. هلا طبعا ممكن انه ينشغل على اي شخص، لكن نحن بوقت بسيط نحن بدنا اللي خلينا نقول عنده الأرضية المناسبة. فتم الاختيار على اساس اولا طريقه الحديث، طريقه النقاش اللي كانت البادي لانجويج، يمكن كمان البادي لانجويج حطيناهم بحالات مثلا افتراضيه، انه انت مثلا بدك تعمل كيف ممكن انت تفوت تتخاطب مع شخص بمواصفات كذا. فبالفعل يعني كان نحن عندنا فوق ال 130 125 تقريبا، هدول يعني حاولنا انه يكونوا هن تقريبا بنفس السويه. يعني انت ما بتقدري تاخذي، يكون في سويات مختلفه كلياتهم تقريبا بالسوية اللي نحن ممكن انه نحن نقدر نعمل من نضيف لها شيء. فهن كان موجود عندهم شغلات كثير حلوه، نحن بس وجهنا الشيء اللي موجود، وثقناه، اعطيناه بشكل اكاديمي اكثر. صار في تحويل. نحن دائما بنقول بهيك دورات بالجامعه خلينا نقول او بالتعليم بشكل عام بنقول هي الهدف هو نقل معلومه، بينما نحن بالدورات نحن بنقول او الورشات تحويل هي المعلومه لمهاره. نعم. يعني ما بيكفي انا اعطي طريقه التعامل مثلا مع اي عميل او مع اي زبون محتمل، بده يطبق هذا الكلام على ارض الواقع. فعملنا لهم كثير حالات عمليه، فكانت النتيجه خلينا هيك اذا طلع دكتور اكثر يمكن نستفيد نحن والمشاهدين يعني اكثر. يمكن شو هي ابرز النقاط او ابرز الامثله يلي اعطيتها للطلاب هي مفيده وهي يمكن هي بتدخلهم لسوق العمل بالشكل الصحيح؟ هلا نحن عم نقول سوق العمل بمجال التسويق. التسويق طبعا. يعني نحن بدنا نحكي عن التسويق، شو هو الشيء اللي نحن بينقصنا بسوريا لنسوق المنتج؟ هلا اول شيء نحن بنقول لهلا ما في عندنا، نحن بنعتمد على اربع خطوات. اول شيء بده يكون في جذب انتباه لهذا العميل تجاه هذا المنتج. نعم. النقطه الثانيه بدنا نقول لازم يكون حول هذا الاهتمام، هذا جذب الانتباه تبعه لاهتمام. بدي اوجد له اهتمام بهذا المنتج، انا ليش انت بدك تاخذي هذا المنتج، شو السبب؟ فلازم اوجد لك اهتمام. وهذا الكلام ما انه بالحكي، هذا الكلام من خلال اني انا بكون بعرف ميزات المنتج تبعي، بعرف الحاجه تبع الشريحه اللي انا متوجه لها. بعد ما يصير في اهتمام نقول تحويل الاهتمام لرغبة. لازم يتحول الاهتمام لرغبة في الشراء. بعدين الثلاثة بيتوجوا بعملية البيع. لكن هذا الكلام بده يكون على أرض الواقع. فنحن عملنا حالات عملية افتراضية، كان في بعض المدربين اللي اجوا ساعدونا من الحملة، الأستاذ فراس صفر من جهله تحية، الأستاذ أمام هندي، الأستاذ وجيه البني. فهن اجوا وعملنا نحن حالات عملية انه هذا انت عندك شخص وهو عنده منتج، وانت المفروض تروح تتفاوض انت وياه وتحكي انت وياه لحتى تقدر تاخذ منه اعلان. فالموضوع كان بشكل بالفعل كان عملي نوعا ما. اعطينا ملاحظات بعد كل تيست يعملوه، نعطي ملاحظات نحاول نرممها. وصولا اخر شيء انه نحن كان في عندنا ابحاث عمليه على ارض الواقع. يعني نحن بعد ما انتهت الساعات اللي كانت هي ضمن الجامعة تم تكليفهم لمدة 10 أيام تقريبا، أعطيناهم مهلة إنه هن يعملوا بحث على أرض الواقع لإحدى الشركات، كيف هو ممكن يدخل، كيف ممكن هو شو جمع معلومات عنا، شو الآلية اللي لازم يتعامل مع هي الشركة وليش اختارها. وقد ايه بالمية بتعطي أعطيتهم للطلاب؟ هلا أنا شوي بخيل بالموضوع العلامات، بس عشان يعطوا اكثر. هلا خليني اقول ايه طبعا حافظ. هلا خليني اقول يعني انا بقول دائما بكل الدورات ان كانت اكاديميه او مهاراتيه، بقول انا عندي نسبه النجاح 80 لازم. يعني العلامه لازم 80. فالحمد لله الكل تجاوزها، وهذا الكلام
كان بشكل علني. يعني نحن ما في انه والله تيست وتصحيح وكذا، فهو اللي شاف حاله مميز هو طلع. وبرا نحن صار في عنا برا حالات بكاء ومستشفى كمان يمكن من الفرحه يعني. فهي الفكره انه نحن هذا الموضوع علني، ما في عنا شيء مخبى. فالحمد لله حتى نحن بنشوف هلا يعني عم بحكي، كنت مع علا من فتره انه طمنيني الشباب مبسوطين كيف كانت رده فعلهم. قالت لي بكفي تفوت على صفحاتهم وتشوف هن حاطين الصور وكيف هن محتفلين حتى بحالهم. حلو. فالحمد لله كانت النتائج جيدة يعني، حتى كان التفاعل معناتها ممتاز مع هي الدورات. الحمد لله. خلينا نحكي علا عن الدورات، لإمتى مستمرة هي الدورات وشو الهدف؟ يعني هلا التسويق نحن بسوريا شوي يمكن ما أخذ حقه، أو ما أنه يمكن عم يعطي حقه للمنتج، أو المنتج ما عم يوصل صح للمواطن السوري، فدرستوا هي القصة أيضا بهي الدورات؟ هلا تماما. هلا هو مكتب متابعه شؤون اسر الشهداء بفرع جامعه دمشق من بدايه السنه، يعني عندهم كل بالسيستم بالدورات اللي بيمشوها كل 3 اشهر دوره، بس حسب شو اللي بيتطلب سوق العمل، يعني الطلاب شو اللي هن اكثر شيء هلا بحاجته. هي الدوره اخذتها الماركتينج، هي التسويق، التسويق الاعلاني والاعلامي. هلا هي جزء من سلسله دورات. هلا كان في قبلها دوره اي سي دي ال، شهاده دوليه لقياده الحاسب الالي، قبل منها كان في دوره فوتوشوب، قبل منها دوره اوتوكاد، بس يعني حسب شو المتطلب يلي هن سوق العمل. فانتوا سوق العمل او شو اللي الطلاب بحاجته، يعني احنا في عندنا استبيانات بيعبوها الطلاب. حلو. على اساسها بنشوف شو اكبر عدد مطلوب. يعني هلا لسه في عندنا ان شاء الله شيء كمان عم نجهز له ببدايه السنه، بس هي الدوره يعني للامانه كونه كانت اول دوره بالتعاون مع لجنه متابعه شؤون اسر الشهداء. هلا كان عندنا بالدوره ما يقارب ال 11 شب وصبيه من ذوي اسر الشهداء. طبعا الاساس الدوره منشاه لهم، بس استكمالا بنكملها بالطلاب العاديين، يعني حتى هن يترحموا على الشهداء يلي هن يعني من أجل يعني مشانهم ومن أجلهم قامت هي الدورة، ومشان أن يقدروا يستفيدوا ذوي الشهداء. وأكبر دليل الأشخاص اللي تم توقيع عقود عمل معهم، يعني هلأ يمكن يكونوا هن ما حصلوا على أعلى مرتبة، يعني بيعرف الدكتور من خلال التقييم اللي هو قيمه، بس إجا قال لي لا أسر الشهداء هدول لهم أولوية. يعني لو ما كانوا فينا نرجع نشتغل عليهم، حتى هن بجوز يكونوا بحاجة إسا لمهارات أكثر، بحاجة بجوز لدورة ثانية وثالثة، بس هي فتحت طريق قدامهم. صحيح. يعني حتى أنا أحكي بلسان الطلاب أكثر، هن لهلا حاسين حالهم لساتهم بورشة عمل الدورة لهلا، يعني لهلا ما هلا لانه في متابعه من قبلكم يمكن. تماما. هلا انه هو يكلفهم الدكتور بي يعني اعطاهم مثلا قسم معين او بحث يقوموا فيه او تسويق مع منتج، تسويق لمنتج مع شركه معينه، كل 10 ايام هن بدهم يقدموا شيء لاحقا. فهن لهلا لسه عم يشتغلوا على هذا الموضوع، يعني حتى عم يمثلوها على بعضهم انه لا انا المسوق اللي بدي اجي، انت مدير الشركه، لا انت ما طبقت المهاره اللازمه اللي انت اخذتها. وللامانه من خلال المشاريع اللي شفناها والابحاث اللي قدموها في اشياء هن ابتكروها. يعني كان في احد المشاريع يعني شكل نحتيا، رغم انه هو شكل افتراضي، بس لا انه انا بدي صممه. في ناس عن جد صممت بوسترات حقيقيه، عمل لمسه ابداعيه يمكن. أيضاً في عندنا طلاب كثير، طلاب فنون الجميله يعني تعبوا على حالهم. نحن بنعرف تصميم اي بوستر بياخذ ما يقارب الخمسه ايام، من 5 ل10 ايام معهم، ورغم انه افتراضي وبجوز ما رح يقدموه لشركه، بس هن صمموه ليقدروا يبدعوا شيء، ليقدروا يقدموا شيء معين. بس علا يمكن كمان نحن بعصر متطور، ومثل ما قلتي مواقع التواصل الاجتماعي صارت هي متاحه اكثر للتسويق. تماما. هلا للامانه فيني اقول شغله، هن بلشوا بالتسويق لورشه العمل من خلال حفل التخرج. كان في عندنا فتره فاصله هي 20 يوم ما بين ورشه العمل وحفل التخرج، فاستخدموا حفل التخرج مثل منتج، بلشوا يسوقوا له يعني على كل صفحاتهم، وصاروا يبتكروا انه انتظرونا غدا، لاقونا غدا، يعني كل العالم صارت تقول انه شو بده يصير. سوقوا لحالهم هون. تماما. يعني بلشوا بالتسويق لانفسهم. اسمحي لي في نقطه، هلا نحن بنقول في تسويق الكتروني وفي سوشيال ميديا وفي كذا، لكن كمان وين المصداقية أحيانا؟ صحيح. هذا يعني وين هون النقطة كمان. يعني أي شخص، أنا هلأ بنزل أي بوست، بعمل أي بيج، وبنزل عليها أي منتج بدي إياه، وبنزل أي شيء بدي إياه، طيب وين المصداقية بهذا المنتج؟ وين المصداقية بهي الشركة؟ يعني كمان أنا برجع بقول أنا مع دعم الشيء الإلكتروني، مع الإعلانات اللي نحن للأسف بلشت تختفي، أنا مع أنه ترجع كإعلان ورقي كصحف كمجلات، هي اللي بتعطي انا بالنسبه لي انا مصداقيه. ما بيقدر واحد يروح ينزل اعلان بصحيفه رسميه وهو شخصيه وهميه. صحيح. دكتور برايك مثل هيك دورات قديش هي بتساهم بتطوير الاعلام ايضا؟ عفوا،
بتطوير هيدي الدورات، قديش بتساهم بتطوير الاعلام ايضا؟ يعني قديش بتزيد من الرؤيه، اما الشاشه او الاذاعه او الاعلام ولا الاعلان بدك؟ الاعلان الاعلان قديش بيزيد من اهميه او بيعمل على تطوير الاعلام؟ هلا هي هون النقطه. الشاشه دائما صوت البحر عالي يمكن شوي ما عم نسمع بعض. الشاشه دائما بنقول هي عم بتكون موجوده بكل بيت. يعني شاشه التلفزيون او حتى هلا النت وكذا صار متاح بكل الاماكن. لكن هو حلو انه نحن يصير في عندنا هذا الدعم. الدعم بين الاثنين. انا لما بيكون في عندي اعلان الكتروني، اعلان اللي عم بيصير متلفز، الاعلان اللي عم بيصير باي اجهزه سوشيال ميديا او غيرها، لما بيكون في على ارض الواقع في له تتمه. يعني انا ما بقدر هلا انا انزل منتج ويكون الاعلان تبعه فقط سوشيال ميديا. طيب العالم بدها تتابع هذا الموضوع على ارض الواقع، انا بدي اشوف هذا المنتج على ارض الواقع موجود ولا منه موجود. حلو يصير في تكامل. هلا عم نشوف في عندك الحملات اللي عم بتصير، الحملات الدعائيه اللي هي على ارض الواقع بالمولات اللي عم بتكون بالمولات اللي هي على ارض الواقع. لا تذوق صحيح، شوف تفضل. يعني هذا هو اللي بقول انا بيتمم بعض. ونحن بنعرف كلياتنا، يعني اكيد انتم ادرى مني بهذا الموضوع، قديش هي الاعلانات عم بتكون هي كمان مصدر دخل كبير كثير بالنسبه لكثير من المحطات. لكن هي المحطه كمان هون بتعطي مصداقيتها بنوعيه الاعلانات اللي هي عم تقدر تنزلها. فنحن بنقول الدورات هي ما بتفيد الاعلان، خلينا نقول هي الدورات بتعطي مصداقيه شوي لطريقه تناول الاعلان. كيف انا عم بحترم الزبون هذا تبعي. الموضوع ما هو موضوع صفقه، يعني في فرق بين ما اعمل اعلان لمنتج استهلاكي بين ما عم بعمل اعلان انا لاعلان. يعني لحتى انزل انا فكره، لحتى انزل انا قديش عم بتعب عليه، لحتى انا عم بصمم بوستر عم بقعد ايام يمكن لحتى يتصمم بوستر، بينما ممكن بوست صغير تنزليه انت على الفيس بيقول لك انا بيعطيني مشاهدات بس ما بيعطيني، بيعطيني مشاهده لكن على ارض الواقع ما بيعطي مصداقيه، يعني ما بيضل معلق بالراس. فنحن بنقول دائما الصوره البصريه، الصوره البصريه انا حتى اذا ما اشترى من عندي لازم يشتري من عندي فكره الشراء. يعني ممكن تفوتي على اي محل ما تشتري شيء لكن يبيعك هذا الشخص فكرة الشراء، نحن هذا اللي عم ندرب عليه. نعم. انه انا بدي بيع فكرة الشراء بغض النظر عن المنتج. نعم. على خلينا نحكي لك انا على شو نشاطاتكم للعام الجديد. هلا النشاطات وفق الخطة نحن عم نمشي عليها، هلا ما كثير رح اقولها حتى ما نكون، يعني الاستبيانات دائما عندنا بتكون آنية، يعني بنعملها حسب الطلاب لأنه بين فترة وفترة بتتغير يعني توجهات الطلاب، بيتغير واقع سوق العمل الموجودين فيه، بس إن شاء الله يعني أي شيء طلاب الجامعة بيكونوا هن بحاجة له المكتب موجود. بس هلا الشيء اللي عم نشغل عليه الأساسي هو لجنة متابعة شؤون أسر الشهداء، يعني يعني تم حتى الموضوع نفسه اللي حكى عليه الدكتور إنه تم دراسة العنوان الورشة بشكل كتير كبير، الإعلام والإعلان، يعني هي الحقيقة الأساسية اللي رح يتم نحن التوجه إلى. نحن كلنا بنعرف إنه الإعلان هو تجارة بس الإعلام هو كشف حقيقة. فهون كيف بده يقدر الشخص يفاضل ما بين التجارة وما بين كشف الحقيقة إنه يقدر يوصلها للواقع. وأنا بعتبر يعني أهمية الأساسية لهي الدورة اللي شهدها فرع جامعة دمشق للحزب إنه نحن عن جد عم نتعرض لهجمة إعلامية، نحن عم نتعرض لكتير ضغط إعلامي، لازم الطلاب وكل أفراد الشعب السوري يعرفوا فرقوا يعرفوا يعني توجهوا بالاتجاه الصح أكيد. اللي نحن عم نعيشه اكيد هذا بفضل الدورات التدريبيه اللي بتاهلهم للدخول لسوق العمل. نحن بدنا نشكركم على وجودكم معنا، موفقين بالعام الجديد بدورات اكيد تثقل مهارات الطلاب الاكاديميين. شكرا لكم. شكرا لكم، شكرا لحضوركم.